إثناء تغيرت المعطيات. وأعتقد وأنا مقتنع أنه الجانب أو المعطى الاجتماعي والسياسي سيتقابل في الأشهر. وكيف ستتعاملون مع الشارع الاجتماعي؟ هل ستلتحقون به كشارع سياسي أم ستحاولون تأطيره؟ لأنه ثم خوف كبير من حالة انفلات قد تهدد ما تبقى من مكاسب. هو دور الأحزاب والجبهات التأطير في إطار التحركات السلمية المطابقة للقانون، هذا دورنا كأحزاب وكجبهات، هذا دور طبيعي دونك ثم مناش باش ننتظروا التحركات الاجتماعية، عندنا تحركاتنا السياسية، ثم المجلة الانتخابية الخطيرة اللي ينوي إسقاطها في أي لحظة قيس سعيد، وفيها إقصاءات وفيها نظام اقتراع معناها على المقاس، ثم مسألة القضاة يلزمنا نقف معاهم اليوم 15 سبتمبر وسي قيس سعيد مخبي الحركة القضائية، ثم قضاة معناها كملوا دراستهم من المفروض اليوم يدخلوا فرحانين ويباشروا بعد 20 سنة قراية في المعاهد وفي الكلية وفي معهد القضاء، اليوم معناها شنية ذنبهم انت باش ما تخرجهمش في أمر في حركة قضائية، على أساس أنه المجلس الأعلى رجع قضاة ونفذ حكم محكمة إدارية. معناها وصلنا إلى فترة خطيرة من خرق القانون ومن استهتار بالمؤسسات، أنه محكمة إدارية تحكم، مجلس أعلى مؤقت للقضاء اللي سماه هو بعد محل المجلس الأعلى المنتخب سماه واختار تركيبته، يعاود ينظم الحركة القضائية، يدمج القضاة اللي حكمتها من المحكمة الإدارية، يجي السيد قيس سعيد يقول لي ما عجبنيش، والمجلس اللي سميته هذا ما نستعرفش بيه في الحركة اللي عملها، واني باش نعمل اش يظهر لي ووقت اللي يظهر. معناها هو الأكيد من اللي استقلت تونس في آخر أوت القضاة يبدأوا عندهم الحركة متاعهم، اللي ماشي البنكردات ولا تطاوين يمشي يشوف بشكري ويحذر أولاده باش تقرأ غادي، اللي في سوسة غادي 15 سبتمبر تبدأ المرفق القضائي كل واحد في بلاسته، لأول مرة منذ استقلال تونس أنه مرفق القضاء في حالة من الفوضى. اليوم ما ثماش نيابة عمومية في تونس، ما ثماش نيابة في أغلب المحاكم، وهذا دور كذلك جبهة الخلاص باش تقف إلى جانب هذا، إلى جانب الناس اللي تعاني من الغلاء ومن ندرة وفقدان المواد. ثم إذا كان جات التحركات الاجتماعية والواحد من دور الأحزاب والجبهات باش تأثرها وتخليها في مسار قانوني ومسار أنه الشعارات تكون واضحة.